السلام عليكم صحابكم كامل. انا عبد الله فاسلان عنصر من حراك تبسة. حضور وحده اثنين نحيي جماعه خراطه كامل. ماهوش على التنظيم هذا فقط، ماهوش على الفطور، ماهوش على التحضير، على حاجه واحده فقط، انه قدرت تلم كل نشطاء الحراك على مستوى الوطن في مكان واحد. اللي عجز عليه الحراك على مدى سنتين كاملين. هناك من يقول بأن هذا إنجاز كبير، صح إنجاز كبير، ولكن لازم نفهموا حاجة، بأن العميل تاع الحراك هي اللي صنعت الملتقى هذا، ما كانش ممكن يكون قبل سنة، قبل 16، قبل عام. حاجة المليحة الثانية، واللي قالوها في البيان تاعهم ما نحكيوش على ما بعد، صح الشيء اللي راح يصرف ثلاث نقاط يوضعوا تاع التصعيد، تاع المعتقلين، تاع الانتخابات، فيهم نقطة أساسية مهمة، أنه كامل راح نتوحدوا على فكرة واحدة في مواجهة النظام هذا. الآليات، الكيفيات، أي بدات هنا الآن، الناس هي تتعارف مع بعضها، راهي تجمع في تليفوناتها وتكون التنسيق. الوسائل والكيفيات تاع التصعيد راهي تجي تلقائيا. قال سي دباغي قبلي قال كلمة مهمة. المعتقلين، أنا تسمحوا لي نقولها لكم، أي معتقل دخل للسجن هذه تقصير منا احنا كامل، لأنه لو كان نوقفوا على كل واحد يحاولوا يعتقلوه نمنعوا ولا واحد يعتقل. لو تم اعتقالهم ولو نوقفوا ونعاودوا نخرجوهم في بعض الولايات راح نواجهوا النظام. هذه هي وسائلنا السلمية واللي هي راح تصنع نواة للحراك للمراحل القادمة. مانيش حاب نطول أكثر من هكذا. أنا أتمنى أن نخرج اليوم بتنسيق مع كل الولايات باش يشوفوا كيفاش يكون التصعيد، كيفاش نحميوا المعتقلين، وأخطر ما في الموضوع كيفاش نحبسوا الانتخابات عادية. وحنا ربي يحفظكم. كاين نقطة أخيرة حبيت نزيدها وهذا هو رأيي، هذا كلام تاعي أنا، باش نحيو المشكل تاع الناس اللي حابة تطلع فوقنا واللي حابة تستغل الحراك. هذا رأيي راح نقوله. الناس اللي عمرها فوق الخمسين سنة لازم يصرحوا صراحة، وأنا منهم، باللي ما يسحقوا لا منصب لا تنظيم لا تعطير لا قيادة. عندنا واجب واحد، 30 سنة تاع شباب كونوا في الواقع، وحنا تعلمنا اشياء نعطوها لهم ونحطوهم في الواجهه وحنا وراهم. شكرا. تعطوا